كيما سي صباح النور. أي مبروك 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 وألف ألف ألف مبروك اللي اليوم اللي باش يعرس واللي ينجح ولقى خدمة واللي باش يخطب واللي ارتاح من المشاكل الكل كي سيسير اليوم فما باش يعرس فما الفازات هذوما كل أحلى نهار باش يتعدى لكم أحلى نهار ونهار مبروك وبكل فرحة إن شاء الله. علاش؟ إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله على خاطر فما علاش؟ فما علاش؟ قبل ما نقول لكم علاش في دار العرس في دار الفرح معروف في دار الفرح انه اكثريه العيله والاقرباء يبيتوا في دار العروسه صحيح ولا مش صحيح؟ هذه في عاداتنا وتقاليدنا معناها يقعدوا بيريود العرس كامله وهما بيتين بحذهم وانا اليوم عندي استيوس الام هذه ام العروسه عندي لها استيوس ياسر طياره معناتها كيفاش تضيف تفرح بضيفها وسيرتو اليوم عندي لها بروبوزيسيون شنو تجم توكلهم ولا طيب لهم ويتسحروا الليلة يتسحروا بحذاهم اي ولا استوس بنينه وبراتيك بيه الور شنقترح عليك يا الطيب الفلافل بيه. الفلافل هذه اكله معروفه في مصر ولبنان والسعوديه وسوريا ومفيده قوي وقويه برشا بكلها حديد ومفيده بكلها حديد وهي على خاطرها بكلها حديد وسيرتو مفيده برشا للعباد نوميريك معناتها العباد اللي ناقصين الحديد اللي هما نوميريك فوالا به اول ما نبداو فيها الليله فلافل ناخذوا مكيال فول مصري عظيم ونجيبوا له حمص تونسي عظيم زاده نخليهم يتعرفوا على بعضهم يسالش ونغسلهم ونخليهم ليله كامله في الماء يتناقشوا مع بعضهم مع بعضهم ويتناقشوا على المشاريع الجديده شنو فما ينجم يصير بين مصر وتونس بيسكو هو الحمص تونسي والفلفل الماني والى اخره باقي مش تطلع صحيح وهي تيموستي برا برك نخليهم ليله كامله وبعد لين ولاو لحمه واحده بين مصر وتونس وبعد كي يتنفخوا فيري ويل فيري ويل فهمت يتنفخوا فيري ويل فيري ويل نخلطوا عليهم المشعش تاع معدنوس هذيك شعرة اللي ديما هايش ومعها بنت خالتها شبت هذه نوع من المعدنوس موجوده في الاسواق الكل كي ومعها ماكل بكي الخرنينه هذيك بصل وانت متها ثومه انت متها ثومه وانت متها ثومه وتاب الاخضر هذوما الكل كي نقصهم بعضهم ونشدوا نفتفتهم نفتقهم بعضهم عليها نرحيهم فهمت وبعد كي نزيدوا عليهم مدام دورمير مدام دورمير بالله طلعوا لي شنو هي مدام دورمير الاميره النائمه لا خميره مدام دورمير هذه خميره باش الليله فلافل تبدا هشه علاش مدام دورمير خميره تقوية منه يا معلم الجنجيره حسب الله يجيبوها في امتحان مدام دورمير هذه باش ترد مدام فلافل هشه وكيكا بعد كي ان ما كيجيو لها الليله فلافل خاطر وجهها صفار نعملوا لها شويه فوندو تاع اللي هو الملح ونعملوا لها زاده شويه فرجوت اللي هو الكمون وبعد كي نكركبوها كركيب كركيب معناتها تولي كعابر كعابر فهمت ولا وبعد كي نبرفلونها بالجلجلين ولا ونقليوها في الزيت وهكاك لله فلافل تضرب تسرع يا تطا تنجم تسحر بها وتفرح بها ضيوفك ومعها كويس تي وصحن مغلى وهكاك تطلع امورك في الشنقر ونقر والسلام لي على داركم وبرا يستر حالكم وكما قلت لكم يا سيدي المستمعين اليوم احلى نهار باش تعدلكم كله اونس بوزيتيف ديما سي